أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بزنس كارت احترافي وسهل بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم الورقة إلى حجم البزنس كارت، طبعا من خلال قائمة تخطيط. طبعا أول شيء راح نغير اتجاه الورقة إلى أفقي، ومن ثم الحجم وأحجام الورقة الإضافية، العرض. طبعا إذا كان عندنا القياس سنتيمتر أو بوصة لا بأس، راح يكون 9 للعرض، والارتفاع راح يكون 5 أو 5.5. طبعا ممكن راح يصير عندنا مشكلة بالهوامش أو لا. جيد، طبعا عندنا هنا عندنا مشكلة بالهوامش، فنجي إلى الهوامش، راح نصفر الهوامش كلها، نخليها ممكن صفر، لأن حجم الهامش كلش كبير نسبة لحجم الورقة، ومن ثم موافق، تصحيح، موافق. جيد، راح نضيف ورقة جديدة لأن الكرت راح يكون وجهين، فمن قائمة إدراج صفحة فارغة صار عندنا وجهين، الوجه الأمامي والوجه الخلفي. طيب الآن راح نجي نكبر حجم الورقة بهذا الشكل. طبعا هذا الجزء يكون الوجه الأمامي وهذا الخلفي، أو هذا الأمامي وهذا الخلفي، لا بأس، ما يفرق شيء. طبعا راح نجي إلى قائمة إدراج الصور. طبعا هذه المرفقات راح يتم إرفاقها مع هذه المحاضرة، بإمكانكم تحملوها. هذا الجزء راح يكون للوجه الأمامي، وهذا الجزء راح يكون للوجه الخلفي. طبعا بإمكاننا أنه نسمي هذا الوجه 1 وهذا نسمي 2، حتى بإمكانكم تستخدمه بشكل مباشر. جيد، فإذا راح ندرج رقم 1 بهذا الشكل، وطبعا نضغط على كليك أيمن، التفاف النص، اختار أمام النص، وطبعا راح نكبر الصورة بهذا الشكل، كبرها تأخذ كل الورقة. يفضل أنه نعكس اتجاه الصورة من خلال تنسيق، ومن ثم استدارة، وانعكاس أفقي. جيد، بهذه المنطقة راح نضيف الشعار واسم المؤسسة من إدراج الصور. طبعا هذا هو الشعار. أيضا نضغط على التفاف النص، أمام النص بهذا الشكل. طبعا راح نخلي بهذه المنطقة، وطبعا نكتب من إدراج مربع نص، رسم مربع نص بهذه الطريقة. راح نكتب هنا مزاج كوفي، نغير نوع الفونت، مثلا ممكن هذا الفونت ممتاز يكون الحجم 14، وطبعا يكون لون يفضل نفس هذا اللون أو لون قريب، لا بأس لا بأس، حتى لو يكون لون أحمر لا بأس. وطبعا نلغي الإطار الخاص بمربع النص من تنسيق، تعبئة الشكل راح يكون بدون تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بدون مخطط تفصيلي. طبعا ممكن كوفي تكون بلون آخر، مثلا ممكن نختار هذا اللون بهذا الشكل، مزاج كوفي. طبعا بهذه المنطقة راح نضيف ايقونات السوشيال ميديا، راح نروح على ادراج اشكال دوائر. طبعا راح نرسم دائرة بهذا الشكل، وطبعا هذه الدائرة راح تكون بدون مخطط تفصيلي، بلا مخطط تفصيلي. وطبعا التعبئة ممكن نختار هذا اللون بهذا الشكل. الآن راح نستنسخ هذه الدائرة 3 نسخ من خلال نضغط على كنترول ونسحب الدائرة نسخة بهذه المنطقة. طبعا نرجع النسخة هذه ممكن تنزل إلى الأسفل، ونسخة بهذه المنطقة. جيد، الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف صور السوشيال ميديا اللي هو الانستغرام. طبعا التفاف النص أمام النص، ونصغر الصورة، ممكن نخليها بهذه المنطقة، طبعا ممكن تصغر بعد،
بهذه المنطقة. طبعا ممكن نستنسخ هذه الصورة من خلال الكنترول، وطبعا نحدد الصورة ونختار تغيير الصورة حتى تجي بنفس الحجم. نختار رقم الهاتف، نستنسخ الصورة، وطبعا نضغط على الصورة، طبعا نختار تغيير الصورة بهذا الشكل. ممكن انه رقم الهاتف تكبر شوية، صورة رقم الهاتف بهذا الشكل بهذه المنطقة. الآن ممكن هذا مربع النص نستنسخه من خلال نضغط على كنترول، طبعا يكون لونه أبيض بالكامل، ونقلل الحجم، ممكن يكون 10 أو حتى ممكن يكون 8، ونكتب معرف الانستغرام. طبعا ممكن يكون بولد ومحاذاة إلى اليسار بهذا الشكل. طبعا ممكن انه يكون رقم الهاتف بالاعلى والانستغرام بالاسفل، يعني لابد انه يكون الاولوية الى الهاتف بهذا الشكل. وطبعا هنا ممكن نكتب ارقام الهواتف، طبعا هذا راح يكون رقم عشوائي. طبعا حدد كل الارقام والتباعد ما بين الاسطر، اختار خيارات تباعد ما بين الاسطر. طبعا فقط نجي هنا نكتب 0.8، ممكن طبعا يكون اقل، يعني ممكن يكون 0.5، او ممكن انه طبعا هذا رقم الهاتف يكون بمربع نص وحده، يكون عندنا مربعين نص، كل مربع نص برقم هاتف بهذا الشكل. طبعا ممكن هنا نضغط كليك ايمن، اختار تجاهل الكل. طبعا راح نضيف العنوان، مثلا نكتب العراق بغداد، طبعا نلغي البولد يكون اجمل. وطبعا ممكن هنا نبي الاسفل نكتب مثلا الكرادة بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ طبعا اكملنا الوجه الامامي. نجي الى الوجه الخلفي، طبعا نضغط كليك بهذه الصفحة، ومن إدراج صور نضيف هذه الصورة، نضغط التفاف النص أمام النص، نكبر الصورة على كبر الورقة. فقط نحتاج نضيف الشعار والنص بالوجه الخلفي، فنحدد صورة الشعار وشفت مع هذا النص، ناخذ من عنده كوبي أو نضغط على كنترول ونسحب بهذه الطريقة. جيد، طبعا ممكن الشعار ينزل شوية وتصعد بهذه الطريقة مزاج كوفي. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا بزنس كارت احترافي وبسيط بنفس الوقت.